عجبك الفضايح اللي انت عملتها دي؟ كان هيبقى منظرنا ايه لو بلغ البوليس ولا جم خدوك قدام الموظفين والعمال اللي في الشركه؟ انا مش عارفه انت بتعمل فيا كده ليه، مش فاهمه ايه اللي جرالك. وبعدين ايه الكلام اللي انت هلفظت بيه ده؟ مين قالك التخاريف دي؟ انا جايه على اخر الزمن تقولي كلام زي ده؟ ولا انت عشان عملت كده فاكرني زيك؟ ما تنطق يا هشام، ساكت ليه؟ ايه اللي بينك وبين الراجل ده؟ تاني بتقول الكلام ده يا هشام؟ ردي على السؤال، ايه اللي بينك وبين الراجل ده؟ بيني وبين مين؟ انت جننت رسمي. جننت؟ لا انت اللي هتشوفي جنان دلوقتي. في ايه؟ ايه مجنون ايه؟ طيروني، ايه اللي بينك وبينه؟ هشام هتموتني يا هشام. هتموت طلعوني، ايه اللي بينك وبينه؟ هشام عايز يتجوزني، ارتحت. Ah!